مبروك، النادي الاهلي قدر يحقق المطلوب قبل التوقف الدولي. مبروك للنادي الاهلي الفوز الثاني على التوالي في مسابقه الدوري الممتاز. ده هو المطلوب، انك حتى لو انت مش في احسن حالاتك، الحقيقه النادي الاهلي النهارده مش في احسن حالاته خاصه في الشوط الثاني، انك تقدر تخرج بالمباراه بـ3 نقاط. ده مهم، جزء مهم جدا. الجزء الفني اعتقد الشوط الاولاني كان فوق المتوسط، ما اقدرش حتى اقول جيد، كان في شكل او كان في فرص، حتى النادي الاهلي خلق فرص للتهديف. الشوط الثاني الحقيقه كان شوط سيء جدا. يعني الاصابات والتغييرات ورتم المباراه نفسه كان محسسك ان لا، في حتى على المستوى البدني مش هو ده النادي الاهلي. على مستوى الاراده مش هو ده النادي الاهلي، على مستوى الاستحواذ مش هو ده النادي الاهلي، على مستوى خلق الفرص اللي كانت موجوده في الشوط الاولاني لا برضو ما كانش بالمستوى المطلوب. برغم كل المشاكل دي انت خدت 3 نقط مهمين، وقبل طبعا التوقف الدولي، لكن يعني بتكلم بلغه الجماهير، الحقيقه مش مبسوطين بالاداء، واعتقد اللعيبه كمان اكيد والجهاز الفني واصل له ده بشكل كبير جدا. الحاجه الايجابيه زي ما اتكلمت هو هدف المباراه ظهور بعض اللعيبه، يمكن لو اتكلمنا على طاهر محمد طاهر، اتكلمنا على مروان عطيه، اتكلمنا على عطيه الله شويه، يعني اللعيبه واقفه على رجليها بشكل كويس. لكن زي ما بنتكلم يا كابتن اسامه، انت بتتكلم على 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 تيم وورك، بتتكلم على فرقه كبيره زي النادي الاهلي. الحقيقه المباراه الشوط الثاني يعني ما فيهاش كتير الحقيقه واحد يتكلم فيها، تغييرات للاصابات، الريتم لحد كبير فقدنا الريتم شويه، البوزيشن بالنسبه للاعبين كان بوزيشن حتى وانت بتبني الهجمه مش واضح بشكل كبير. فكمان الحقيقه النادي زد كمان في بعض الفترات في الشوط الثاني كنا قلقانين انه يوصل لمرمى الشناوي بشكل او باخر، لكن اجماليا زي ما بنتكلم 3 نقاط مهمين للنادي الاهلي قبل التوقف الدوري، ماتشين في الدوري بـ6 نقاط، هتاخد شويه نفس كده، اللعيبه الدوليه هيروحوا للمنتخب، اللعيبه الثانيه عندها نفس شويه، الاداره الفنيه عندها بعض الوقت انها تصلح كمان الامور، لان القادم والمباريات اللي جايه مش محتاجه ان احنا نظهر بهذا الاداء. المباريات الجايه مباريات قويه جدا على المستوى الدولي، عندك مباريات قويه حتى على مستوى الدوري، واتكلمنا كنا بنتكلم لسه حتى قبل ما نخش هوا، الدوري الدور الاولاني ده انت بتتكلم 25 مباراه، 25 مباراه، انت كل مباراه بالنسبه لك 3 نقاط مهمه جدا جدا، عشان ما تجيش في الدور الثاني او في الترم الثاني من تحديد البطل يبقى عايز تعوض وعايز ترجع وعايز، فالامور دي كلها ان شاء الله لازم تتحسم في الدور الاولاني بشكل كويس. كولر بالنسبه للروتيشن اللي بيعمله النهارده ما عجبنيش قوي في شكل ادائه للمباراه، لكن اجماليا بنقول مبروك للنادي الاهلي. تمام. ده الاهم الحقيقه. بعض الناس تقول لك لا الاهم الاداء، لا، في المواقف اللي زي ديت الاهم انك تخرج بالمباراه بالـ3 نقاط، وعندنا وقت ان شاء الله لتعديل الاداء في الفتره اللي جايه.